هنالك أوساط إعلامية عبرية تتحدث بأن مدمرتان أمريكيتان الآن تقترب من السواحل الإسرائيلية. قائد القيادة المركزية في إسرائيل وزير الدفاع يتحرك يمينا وشمالا، بالتالي هنالك تحضيرات كبيرة لما ممكن أن يأتي. وكذلك أن هنالك بعض الصور الآن تتداولها بعض الصفحات الخاصة بالتليجرام المقربة من الفصائل المسلحة العراقية، تظهر بعض الصور تظهر فيها بعض أعمدة الدخان وهي تتصاعد، ويقال أو تقول هذه الصفحات بأن أعمدة الدخان هذه تتصاعد من قاعدة عين الأسد بعد الهجوم الذي طال هذه القاعدة. سؤال مهم هنا سيدي الكريم، إذا ما قتل جندي أمريكي أو جرح جندي أمريكي مع هذا التصعيد الذي نراه إيران، إسرائيل، سوريا، لبنان وغيرها، هل ترى أن الولايات المتحدة ممكن أن تغير نبرتها باتجاه إيران، وممكن أن نرى إيران أو عفوا الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، قد يكون حتى أقوى من إسرائيل في مواجهة الفصائل في العراق على سبيل المثال، أو حتى إيران بشكل مباشر؟ القادة على الأرض، قادة القوات الأمريكية لديهم السلطة للدفاع على أنفسهم، لا يتحتم عليهم أن يتواصلوا مع الرئيس. إذا كان هناك أي إزهاق للأرواح الأمريكان في العراق ومصدر ذلك، ما إذا كان صاروخا قد قتل أمريكيا جنديا أمريكيا من العراق، فإذا أوتوماتيكيا سيتعقبون هذا المصدر ويدمرونه بأية وسيلة لديهم. ولكن إذا بعض من هذه الصواريخ كانت تأتي من إيران فهذا أمر أعتقد بأن إدارة بايدن سينبغي عليها أن تفكر مليا فيه، ربما ينبغي أن تشرك الكونغرس في التفكير في كيفية الثأر لأمر من هذا القبيل، لأن أي ثأر أمريكي الآن داخل العمق الإيراني هو يمثل إعلان حرب رسمية ضد إيران، وهو يحتاج إلى سلطان مختلف تماما من الرئيس. أي أمر داخل سوريا أو داخل العراق أو اليمن وربما في لبنان أيضا، فإذا الولايات المتحدة بإمكانها أن تصله وسريعا جدا، يمكن أن ترد بقسوة. فإذا إذا جاء أمر ما من إيران فالأمر هنا يختلف. نعم.